شوفوا حبيباتي، بسم الله ما شاء الله، حطيتها في المجمد، جمدت شوية. ما نحكي لكمش على البنة، نمشوا مع بعضنا لطريقة التحضير والمقادير. عسلامتكم، كما شفتوا معايا حبيباتي، اليوم باش نودكم بالشيس كيك نتاع الفراولة. انا خذيت لهنا الفراولة نتاعي، غسلتها واستقطرتها باش ما تفسدش ليا. خذيت نتاع الفلاح، ما خذيتش نتاع الفابريكات هذاك نتاع المصانع اللي يبدا في البلاستيك. بالطبيعة هي راهي ما تصبرش، يلزمنا فيس عن نظفوها ونغسلوها وناكلوها والا نستعملوها. غسلتها واستقطرتها مليح مليح، وباش نخليها هذه على جنب. وباش نوريكم المول كالعاده اللي نستعمل فيه. انا نستعمل ماكم ريتوه، تشيز كيك نتاعي ريتوها في اول الفيديو، التشيز كيك صغيره صغرونه. انا ديما ناخذ 18، هذا 18 ولا 20، ما بين 18. باش ناخذ اول مره، اول حاجه باش ناخذ الفريز، باش نختار الكعبات اللي يبدو هابين شويه، ونخلو الكعبات الصحاح باش نزين بهم من الفوق، باش نخوهم ونطيبهم في السكر ونخليهم يطيبوا شويه ونرجع ليكم. باش نخو مقدار اللي حشتي بيه. التشيز كيك نتاعنا سهله برشا، والبسكوت تاخذوا اي نوع متوفر عندكم. انا باش نشوف، يا نخو هذا من غير سكر يا عندي هذا بالسكر، مانيش عارفه انا هو باش نستعمله. نحضر الصحه اول مره الفريز نتاعنا. شوفوا بالنسبه لهذه ما شاء الله كيفاش فيها ثلاثة ولا أربع كعبات لاصقين، وهذه ما شاء الله توأم. حلول البنات ما شاء الله، حلو محليه، الطعم نتاعو بالحق فريز، ما هو الشكل اللي يبدا قارص ولا فيه القروسية. الحاصل باش ناخذ مقدار نقصه، باش نحاول ناخذ الكعبات الطيبين شوية. الفريز هذايا يعرفوه البنات اللي عايشين في اوروبا، يمشوا يجمعوه، تدخلوا تاكلوا اللي تحبوا وتجمعوه، من بعد تمشوا تخلصوا. باش نقصوا هكا، اما يلزموا راهو البنات هذا يتكل كيسع ما يصبرش كيما الفريز الاخر. قصوا الكميه اللي حشتنا بها، انا ديما باش نختار الكعبات الطيبين نقصهم، وباش نحطهم يتيبوا كان في السكر، ما كثر زاد السكر، انتم يرجع ليكم الحلاوه. وبالطبيعه باش نخلي كعبات باش نزين بهم. بعد ما قصيت كما تشوفوا هكا المقدار اللي حشتي بيه، هذوما وهذوما باش نخليهم يتسقطروا لي مليح مليح، وباش نعمل منهم جون وتعمل منهم امينه سلطه ولا اي حاجه اخرى. نحط عليه شويه سكر ونحطه يغلي ونرجع ليكم. بعد ما حطيت الفريز نتاعي يطيب في السكر مش في الماء باش يجينا عقد شوي، باش ناخذ البسكوت ونرحيه. خذيت لهنا المكسه الصغيره، وباش ناخذ البسكوت هنا، زاد الزبده باش ناخذ مقدار كيما قلت لكم، هذه عينكم ميزانكم. بعد ما رحيت، انا قاعده نرحي فهم بشوي بشوي هكا، ثم نرحي كميه اخرى ونحط الزبده نتاعي تذوب. بعد ما رحيت الكمية اللي حشتي بها للمول نتاعي، دهنتو على جناب بالزبدة وعملت له ورق الزبدة وملوته شوية مش برشا، دهنتو على خاطر بالطبيعة البسكوت نتاعنا باش يتبل بالزبدة ما نستحقوش انا نفرشو باش من بعد كي نقص ما يتجرحش ليا. خذيت لهنا الكمية اللي حشتي بها كيما قلت ليكم، رحيتها، والفريز نتاعي ها هوكا احضر، ما حطيتش فيه بالكل الماء راهو البنات كيما قلت لكم، حطيت السكر وحطيت يطيب توا. من بعد باش نرحيه، ولا تنجموا تمعصوه هكا بفرشيطه ولا اي حاجه. الكشكوشه هذيك نتاع السكر، الكشكوشه هذه كي باش نعملوا معجون يلزمنا ديما نبقوا نصفوا فيها،
ما يلزمهاش طبقه، اما تشيز كيك مش مشكله، باش خليه يبرد لي بالكدا بالكدا ومن بعد نرحيه. الزبده نتاعنا ونصبوها بشوي بشوي ونشوفوا عينا ميزاننا. بالنسبة للمول هذايا يستحق كيكة 40 غرام زبدة، حسيت فيه كعبت جوج شوية كبار، ما مش مشكلة، مش ما همش مرحيين. بعد ما تأكدت اللي هي هكا صفا، باش نحط في المول نتاعنا، وزعوهم وعينا ميزاننا. تصور نخلي شوية للزينة، لازمنا نعملوهم بالتساوي. نجمو تنزلوا عليهم بكيس والا تنجمو بمغارفه. هذه جات كبيره، نخلوها هكا. ما استويتها بالكدا بالكدا باش ندخلها طاو الفريجيدان، لازمها تدخل ترتاح شويه في الفريجيدان ما بين ركضت لها بالطبيعه الكريمه نتاعها. الكريمه نتاعها ليكم حريه الاختيار، سامحوني، ليكم حريه الاختيار. انا باش نعمل يوغورت طبيعي، عندي لهنا كوارك وعندي لهنا كريم تارتيني، باش نخو نمزجهم مع بعضهم وشويه سكر مرحي ونحط هذيا اللي تعقد. مانيش باش نعمل كريم فريش والا زانا شو اسمها يا ربي، كريم شونتي، عخاطر توا صيف والحوايج هذيا باهيه وصحيه وتبرد. باش نجيب الواحد نتاعنا اللي باش نعملو فيه، باش نحط لهنا اليوغورت الطبيعي بيني اللي تحل، نجمو تحطو كيري مع مع اليوغورت الطبيعي يعقد ويجي باهي. وباش نحط بالطبيعه الشمنت، باش نحطها الكلها، اما الجبن التارتيني باش نحط الشطر والسكر بالطبيعه حسب الذوق انتم والحلاوه اللي تحبوها. تبرد في السيف وحاجه باهيه كيما ريتوها. مش في بالي نصور، حطيت الشطر نتاعها باش نزيد شويه. قلت لكم راهو تنجموا تحطوا زيد الكيري جبن مثلثات ولا المربعات، اما يبدا بنكهه ماهوش منكه، مثلا ماهوش بالاعشاب، فما خاطر نعرفوا الجبن ذاك فيه بالاعشاب فيه بالفلفل، نحطوا طبيعي. وباش نزيد بالطبيعه هذيا اللي تعقد ونركضوهم ونزيد السكر ونركضوهم ونرجع لكم حبيباتي. بعد ما ركضت كما تشوفوا الكريمه نتاعنا كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله، باش نخليها بالطبيعه زاده في الفريجيدان ما بين قصيت شويه فريز باش نزين بيه. بعد ما بردت كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله يبست، قصيت لهنا الفريز وباش نجي نعملو هكا. مانيش متأكدة راهو يشد ولا لا، ما نحب نعمل تجربة وان شاء الله تنجح. وبعد ما زينتها كيما تشوفوا هكا، باش نجو للكريمة نتاعنا اللي بردت ونصبها بشوي بشوي.
ديجا شاده روحها، بسم الله ما شاء الله. نحاول نستوها، الفريز نتاعي رحيتو هاكا، خليته يبرد رحيتو، وحطيت قبل ما نرحي حطيت نص مغرفة صغيرة نشا وهو مازال سخون، وخليته غلاء ورحيتو، رحيتو باش يبرد وباش نصبوه من فوق. باش نستنى بالطبيعة يبرد لي شوية مازال سخون ونصبو عليها ونزينها ونشوفوها حبيباتي في طبق التقديم ان شاء الله. وهيك الكيك نتاعي حضرت، بسم الله ما شاء الله، نودكم ولا نشاهيكم، ان شاء الله شاهدكم في الجنه. بالنسبه للكيكه حبيت نود بها امي، اليوم في تونس وفي ما نعرفش في البلدان العربيه عيد الام، وحبيت نود بها امي ونقول لها كل عام وانت حيه بخير وميمه وربي يخليك ليا. ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون عجبتكم والطريقه، وما تنسوش باش اللي ما اشتركش في قناه عالم يسرى يشترك ويفعل الجرس. بالطبيعه باش نقص ليكم، وهنا كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله. جد ما نحكي لكم جربوها باليوغورت وتذكروني، تو وقت صيف وحاجه تبرد وباهيه. انا زينتها اختياري، زينتها باللول بالبسكوت اللي فضل، وحطيت بالبيستاش والنعناع كما تشوفوا. إن شاء الله يا ربي الوصفة تكون عجبتكم والطريقة. إلى اللقاء إلى وصفة قادمة، باي باي، نحبكم برشا، بيزو.